انا جلول لطيفه من الطبقه الشغيله ديال الانتريم تابع لتكترا. عليك الله ينصرو باش نستافدو حنا لي زانتيريم، باش نستافدو من التعويضات. يعني ما دارش بينا الميز، ما ميزناش على الباقي القطاعات الاخرى، حيتاش حنا القطاع اللي تضرر من شهر 3 وحنا جالسين 3 4 5 6 استفدنا. اليوم 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 كنصبحوا على واحد الواقع اللي هو مر بان الاجراء غيستافدوا وحنا لي زانتيريم تقصينا. علاش غنتقصاو؟ علاش؟ وحنا الكثيرين، حنا 80% وكثر من الناس اللي زانتيريم اللي ما غنستافدوش. علاش؟ دقينا جميع الابواب، كيقولوا لنا سيروا 14 غادي يكون شيء، 15 غادي يكون شيء، 16 17 وحنا كنتسناو. اليوم 21 في الشهر ومازال لا شيء لم يقع. اليوم 21 في الشهر اخوتي وحنا حنا مضرين. بغينا 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 شي اذن صاغيه اللي تسمع لينا، بغينا شي حد اللي يسمع لينا. انا ما عنديش باش ندي بلاصه نجي هنا وتسلفت وتكلفت باش نجي باش ندوي على حقي وحق هاد الخوت كاملين اللي مضرورين. حنا كنا مضرورين، الشغله الطبقه الشغيله اللي زانتيغيم مضروره، ما كاينش غير ياخذ لها الحق الا ربي سبحانه والملك نصره الله. عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. دابا جينا عند السياحه لان كانوا داروا معنا واحد 3 ايام باش يردوا علينا الخبار. دابا حنا جينا عندهم، دخلنا عندهم، هضرنا معاهم، قال لك خصكم تسناو لان وزاره الماليه مازال ما قالت لهم حتى شي حاجه. قالت لهم حتى حنا راه تنتسناو بحالنا بحالكم باش يعطيونا اشنو كاين، يقولوا لنا اشنو كاين. دابا حنا ما عرفناش نديرو، ما عرفناش اش نديرو. راه الناس مضروره، راه الناس راه ما بغيناش نجيو، راه الا جينا هنا راه ما عرفتش شحال من واحد غادي. حنا تنوبوا على دوك الناس اللي ما جاوش، القطاع الغير مهيكل. السلام عليكم، كنقدم لكم نفسي بان انا من الناس ديال زانتيريم ديال حياه ريجنسي. كنتسنى ابتداء من منين دا الشهر هذا، وكنتسناو بان الناس غنستافدوا. جا واحد الكومينيكي من الدوله بان الناس ديال لي زانتيريم غادي ياخذوا الحق ديالهم، غادي يستافدوا. الناس اللي استافدت من شهر 3 حتى شهر 6 غتستافد، من شهر 7 حتى شهر 12، وحنا باقيين كنتسناو. الناس هادو كيتجاهلوا المسائل، كيقول لك حنا راه باقي الدوسي ديالكم في لجنه اليقاظه، ولجنه اليقاظه بان خرجات واحد الكومينيكي بان صابرة الناس غتخلص، وحنا راه باقي ما شنا حتى شي حاجه من هذا الشيء. ان الناس كيف قالت لك السيده مسبقا بان الناس مضروره، كاين اللي عنده اولاد مدرسه واقف عليها، كاين اللي عنده مرض، كاين اللي عنده كره، كاين اللي عنده طريطه، اي هذا الشيء كاع كنتخبطوا فيه حنا، واش فهمتيني؟ وحنا مضمومين الحق ديالنا. هاد الناس يعطيونا غير شي باب نمشيو ليه. واش سيدنا كيقول لك بان هاد الناس غتستافد ان بالامر ديالو باش خرج هاد القرار هذا، وحنا ما عرفناش هاد الناس اللي كيجي كيقول لك لا راه باقي في لجنه في وزاره الماليه، باقي عند فلان، باقي عند فلان، ولكن حنا راه حنا ما ساكتينش. حنا مناضلين، حنا ما غاديين معاهم في النضال تنشوف، حيت حنا حقنا ما خصوش يتهضم. ان 80% ديال لي زانتيريم كتخدم على 20% ديال الناس اللي مرسمه في لي زوطيل. علاش هاد الناس هادو ما يديروش لهم تا هما يسولوا لهم الوضعيه؟ والمالك كيقول لهم هاد الناس هادو اي واحد خاصو يستافد، اي واحد خصكم تسولوا ليه الوضعيه ديالو. وحنا علاش؟ حنا بعضياتنا كنتخبطوا. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. معكم اخت من اوتيل السياحه بالنسبه للسكاي، اوتيل اطلس سكاي. جينا اليوم حدا المندوبيه ديال السياحه باش نهضروا على الحقوق ديالنا اللي من صبحنا مجهولين، ما عرفناش حنا ريوسنا شنو غادي دار معانا. بالنسبه لسيدنا الله ينصرو عطانا تعويض بصفه عامه لمجال السياحه، وفي الاخير كنلقاو ريوسنا حنا معزولين. بالنسبه اللي حنا كونترادات انتيريم تيكترا ولا مان باور ولا سميتو البارتنير انتيريم، لقينا ريوسنا ما بقيناش محسوبين في الدعم هذا. جينا اليوم ملي كنسالهم كداكشي كيقول لك حنا ما مناش المشكل،
المشكل يعني من الشركات اللي هما كونترادات، قال لك حقه ما حقه، راه هما اللي ما محسوبينش على السياحه، يعني نتوما غير كيخدموكم، غير كيصيفطوكم مثلا لهاد لوطيل ولا هاد لوطيل ولا هاد الريستو ولا هذا. حنا بغينا نعرفوا شكون حنا. الطريق ديالنا هو خصنا نديك لها، خصنا نستافدوا، راه عندنا مشينا شهرين دابا حنا كنتسناو، راه عندنا ما عندنا مسؤوليه، راه مسؤوليه، راه ما يمكنش. حيت مجال السياحه، حيت مجال السياحه دابا مضروب. واش حنا اربع سنين دابا ديالنا انه اربع سنين وحنا ما خدامينش، حنا خدامين، حنا خدام ما ترسمناش. تيقول لك كونترا ما كنهرسوهاش، ديما حنا كنبقاو خدامين. في الاعياد كنخدموا، تيقول لك لا جي خدم، وحنا بقينا خدامين. احنا دابا بركنا شنو؟ شكون اللي غادي يهضر معانا؟ شوفوا فينا احسن حال، بين الحل وبين كل شيء، ان المالك نصر الله عطى واحد دعم قطاع السياحه. شوفوا قطاع السياحه شكون اللي كاين، راه كاينين بزاف ديال الناس، ماشي تشوفوا غير اللي مرسمين. شوفوا جميع الناس، راه كاينين الناس اللي مضرين بزاف، راه كورونا راه عراش على بزاف ديال الحقائق ديال المغرب، راه بزاف، راه يمكن لنا غادي نوقي لها قبل الفاتحه، حلول ترقيعيه كنخدموا هنا وهنا وهنا، اما دابا راه ما بقى والو. وشكرا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.